Revue de presse internationale. صباح الخير وسيم صباح الخير خير. مستمعي ومستمعات اكسبريس أفام الكل في الشان الاقتصادي نمشي اليوم لليابان ونقراه في موقع فرانس 24 مقال بعنوان جابون لو بي بي تريمستري لو بلو او 2020 الناتج المحلي الاجمالي في اليابان يصل الى اعلى مستوى منذ نهايه 2020 البي بي في اليابان ارتفع بنسبه 15% في التريمستر اللي فات وبنسبه 6% في المعدل السنوي النمو غير المسبوق هذا ناتج عن تزايد الصادرات بنسبه 3.2% وتراجع واردات اليابان بما يقل عن أربعة وهذا الكل يرجع لانخفاض أسعار النفط. لكن رغم هذا، النمو، رغم الخبراء الاقتصاديين في اليابان حذروا من توقعات تباطؤ في الاقتصاد بسبب تراجع دخل الأسر وضعف الطلب على السلع اليابانية مقارنة بتلك من الصين والولايات المتحدة وأوروبا. ألا في صحيفة لوموند 5 5 le naufrage d'un bateau de مصرع خمسة مهاجرين تونسيين وفقدين سبعة آخرين إثر غرق قارب قبيلة السواحل التونسية الأرقام اللي جمعتها منظمة الأمم المتحدة تقول أنه أكثر من 1800 شخص لقاو حتفهم منذ شهر جانفي في 2023 في مياه بحر الأبيض المتوسط السلطات التونسية قالت أنه 35 شخص كانوا على متن هذا القارب اللي خرج من سفيقس منهم نساء وأطفال وأنه معظمهم هما من حاملي الجنسية التونسية القارب غرق بعد وقت قصير من مغادرة السواحل ولكن في رق النجدة تمكنت من إنقاذ 23 شخص في حين لا يزال سبعة آخرين في عداد المفقودين ونختم بشأن الرياضي صحيفة The Guardian تكتب نيمار جوين ان سعودي أرابياز الهلال ان 90 مليون يوروز ديل اس بي اس جي اند غالكتو ايرا نيمار ينتقل الى الهلال السعودي بصفقة بقيمة 90 مليون يورو وسائل الاعلام الاوروبيه اكدت البارح الاثنين 14 اوت 2023 انتقال النجم البرازيلي نيمار الى الدوري السعودي وتحديدا نادي الهلال بصفقه وصفت بالمداوية بعد اهتمام نادي برشلونه الاسباني باعاده اللاعب الى صفوفه. الهلال كان قدم عرض ضخم للاعب البرازيلي حدد ب 80 مليون يورو في العام فيما باش تكون صفقه الصفقه اللي باش تدفعها الهلال دي باريس جن سان جيرمان بقيمة 90 مليون يورو نيمار ينضم بعد توقيع العقد لعدد من نجوم الدوريات الأوروبية منهم البرازيلي مالكوم والسنغالي كاليدو كوليبالي كانت هذه الغرفة تاعنا اليوم ميسي نتلقاو في الغرفة تاع غدوة شكرا لك يا